اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. الاخبار يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل انبوكسنج لطلباتي من شي ان. بقالي فتره طويله ما طلبتش من شي ان، بس المره دي طلبت حاجات شويه مختلفه، فخلينا بقى نفتح البوكس ونشوف ايه محتواه، فخليكم معايا. طيب، هو الطلب شويه كتير زي ما انتم شايفين، فالمكان مش هيكفي، فهنزل البوكس في الارض واطلع حاجه حاجه. اوكي يا جماعه، عايزاكم تشوفوا ديت ازاي تغليف. بصوا، دي حاجه خشب، صينيه خشب. اوكي، دي اول طلب، هي صينيه خشب. سامعين؟ النوعيه بتاعتها كويسه جدا، والفينش بتاعها حلو جدا كمان، مش تقيله ومش خفيفه، يعني وسط. طبعا انا هسيب لكم اللينكات بتاعت كل الحاجات دي في الديسكريبشن بوكس، والاسعار تظهر على الشاشه بتاعت كل حاجه وصورتها في الموقع نفسه. كنت جايباها علشان احطها في الصاله، يعني هحط عليها مثلا هنا شمعه وزرعه وهنا فازه. ودي تاني حاجه، دي زي سجيت كده علشان المطبخ، وانا ما كنتش بقيت فكره سجاده في المطبخ ابدا، ولكن هي ما تعتبرش سجاده، يعني زي مشايه. اوكي يا جماعه، الماتيريال بتاعتها كويسه جدا وهي ناعمه موت زي ما انتم شايفين. الرسمه بتاعتها يعني تليق على المطبخ جدا. شوفوا دي الطويله اللي بالطول، شوفوا الرسمه بتاعتها ازاي، حاجات كلها ليها علاقه بالمطبخ. وجبت اتنين تانيين صغيرين، دول الاتنين التانيين صغيرين، علشان يبقى كده، يعني يبقى كده بالشكل ده. احط الطويلة هنا، واحدة هنا صغيرة وواحدة هنا صغيرة. تالت حاجة هي اللوحة ديت. اللوحة دي بتحط عليها الحروف اللي انتوا عايزينها، بتكتبوا الكلام اللي انتوا عايزينه. يعني خليني اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بيجي معها اول حاجة الشاحن او الوصلة بتاعتها عشان تتوصل بالكهرباء. اوكي، هي دي شكل اللوحة، بلاستيك، ممكن تعلقوها على الحيطة من هنا، وممكن تركبوا فيها بطاريات كمان، بس هو الأحسن طبعا ان انت توصلهم مباشرة بالكهرباء. وهي دي الحروف اللي بتيجي معاها والأشكال. قصيت ثلاث حروف. الطريقة دي بقى، وتكونوا الجمل اللي انتوا عايزينها، بعدين بتوصلوها بقى بالكهرباء المكان ده بينور. كمان طلبت المفرش دوت، المفرش ده للمايكرويف والغساله. ده شكله طبعا لما يتكوي هيكون شكله احلى بكتير. هحط لكم كمان صورته. شوفوا من هنا من تحت في زي كور كده صغيره، شكلها جميل قوي في الحقيقه، لونه بيج وفي خطوط سودا. الماتيريال بتاعته ديت اذا شايفين، وفي من هنا من على الطرف بتاعه في جيوب عشان لو عايزين تحطوا حاجه وانتم معلقينه. الحاجة اللي بعد كده بقى، طلبت زينة رمضان، بتشتغل بالبطاريات، بطاريتين بتحتاج. ودي الأشكال بتاعتها، شوفوا على شكل هلال وفيها ونجمة، هبقى أصورها لكم إن شاء الله لما أعلقها. كمان زينة تانية رمضان، شوفوا زي كده لمبات كمان ببطاريات، بس دي بتاخد تلاتة، شكلها جميل قوي. الطلبية دي كلها رمضان للأمانة. دي زي بالونات مكتوب عليها رمضان مبارك أو رمضان كريم تقريبا، مش عايزة افتحها علشان استخدمها دلوقتي، بس هحط لكم صورتها هنا علشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. هي بتتنفخ، بالونات كده شوية بتتنفخ يعني، وبعدين ممكن تلزقوها، دي معاها اللزق بتاعها. اللون في الحقيقة طبعا يجنن، اللون ذهبي جدا فاتح. وطلبت شكل تاني للزينة لرمضان كمان، دي عبارة عن هلال بس من غير حاجة، شوفوا ازاي شكلها كمان جميل. كل ده بلاستيك على فكرة، بس السلك بتاعهم كويس.
برضو بطاريتين، تشتغل ببطاريتين. وكمان جبت البوكس دوت للاكسسوارات او للذهب او لاي حاجة يعني عايزة تحتفظوا فيها، صغير قد الكف تقريبا، يعني شوفوا قده قد ايه، ينفع للسفر وتحطوا في شنطتكم. بصوا من جوه ازاي تقسمته كده، يعني ممكن انا اقسم دي كده وديت كده، تمام. هنا خواتم، وهنا مثلا انسيالات او حاجة او خواتم كمان اللي انتوا عايزينه، يعني هنا حلقان، وهنا بتتحط السلاسل، وفيها هنا كمان جيب من ورا، من برا الماتيريال بتاعتها جل، اوكي. وفيها هنا كبسونة كده عشان تفتح بيها، شكلها كيوت قوي وظنونة حلو، عجبتني ان هي مش هتاخد مكان عندي. انا عايزه اقول لكم ان انا ما عنديش مرايه المطبخ للاسف الشديد، ما اعرفش ليه ما جبتش واحده من زمان، فكنت بقلب في شي ان ولقيت مرايه المطبخ ديت، خليني اوريكم جمالها. طبعا عندهم اشكال كتيره قوي، يعني تجنن وتحير. مبدئيا الماتيريال هي مشمع، بص العسل، بص الرسمه الجميله اللي عليها، رهيبة. شوفوا بقى اكتر حاجة عجبتني فيها واللي ما شفتهاش في اي حاجة قبل كده، ان هي من هنا فيها فوطة عشان لو عايزة تنشفي ايدك على السريع. زي ما قلت لكم الماتيريال بتاعتها مشمع ومقاسها كويس جدا. وبصوا من قدام فيها جيب، طبعا دي حاجة جميلة جدا عشان احط فيه الموبايل وانا بشتغل. اوكي، الحاجة اللي بعدها هي برضو زينة رمضان، زي ستاند، شوفوا بيتحط كده، بس انا زي ما قلت لكم مش هفتحهم دلوقتي علشان نخليهم لرمضان ان شاء الله. وكمان جبت كفر للايباد بتاعي، عندهم تشكيلة كفرات تجنن بجد، كنت محتارة جدا لان كلهم حلوين وكلهم سعرهم كويس جدا، يعني زي ما انتم شايفين التغليف علشان يعني اخافوا ان الحاجة تتكسر. اللون على الحقيقة روعة، واو شوفوا اللون روز جولد، او ماي جاد ناعم ناعم جدا جدا. ومن جوه اللي هنا ده بلاستيك، ده شكله. عندهم كفرات للايبادات كلها، يعني جميع انواع الايباد موجودة، حتى اتوقع في التابلتس انواع تانية، يعني مش مثلا ابل بس، في حاجات تانية، بس يعني لازم تقعدوا تفروا كويس وتقلبوا كويس في الموقع. كمان طلبت القالب دوت للحلويات، بحس الماتيريال بتاعته يعني كويسه، مش مصنوع اي كلام، يعني سيليكون، مش هحط فيه حاجه سخنه، ده للحاجات الساقعه بس احتياط، فيا كان حلو. يعني عندهم قوالب شكلها يجنن، طبعا حلو في كل دوت ان انا ممكن احطه كده بكل سهوله ومش ياخد مساحه خالص. عندهم بقول لكم قوالب تجنن، اشكالها واحجامها تجنن موت. اوكي الحاجه دي هتستغربوا عليها قوي، بس انا طلبت، اوكي طلبت مصفى لل يعني للحوض بتاع المطبخ عشان اللي عندي اتكسرت. شوفوا شي ان في ايه يا جماعه، شي ان فعلا في كل حاجه، والاسعار تجنن بجد، حلوين وماتيريال بتاعتهم كويسه جدا، جامدين، مش اي كلام، يعني حاساهم كويسين وجامدين. شوفوا بقى معايا العسل ديت، طلبت الفوطه ديت للصينيه، شوفوا شكلها ازاي جنن، مكتوب عليها بونابتي، شكلها طب مش طبيعي يعني روعة. خليني اوريكم ازاي شكلها بالصينية، شوفوا اذا تحطوا مثلا هنا كوباية او حاجة، او تحطوا الفطور بتاعكم، في ناس بتعملها كده، شفت واحدة قبل كده كانت عاملاها كده، اوكي، وحاطة الحاجات، ف بجد شكلها يجنن، عجباني موت، عجباني جدا. زي ما قلت لكم طبعا في اشكال منهم كتير يجننوا، واحجام يعني غير الحجم ده في احجام تانية بكتير. شكلي هاخد الصينية دي اعملها للفطور، مش هحط عليها، الله بصوا كده كمان حلو قوي، مش هحطها في الصالة، هاخدها ليا. طلبت بقى حاجة يعني يا رب ما تخيب ظني، طلبت الضوافر ديت، وده زي اسيتون على شكل قلم، ده شكل الضوافر، خليني اوريكم شكلها ازاي من جوه. المفروض ان بيجي معاها ستيكر بتاعها، اوكي، ومبرد، اوكي، هي دي الستيكرات او اللزقات بتاعتها، مش عارفه مبينه معاكم على الكاميرا او لا،
بس هي على حس على عدد الأظافر، يعني هنا 10 وهنا 10. وده شكل الضوافر اللي انا طلبتها، لونها كده وردي وعليها زي خطوط كده مايلة بالأبيض، وجاي معاها كمان المبرد دوت علشان تتحكموا في الشيب بتاع الضوافر بالظبط. حلوين دولت، اللي هو مش مضطر تركب اكستنشن عادي، يعني اللي هما اللي باللزق وكده، دول بيدمروا الضوافر مع اني بحبه جدا جدا، وعملته تقريبا 3 مرات ومش هعمله تاني ابدا في حياتي، لان كان بيدمر لي ضوافري بشكل مش طبيعي، كرهته الصراحة. وده التاني على شكل، انا طالبة الاتنين الموند على فكرة، شكلهم ازاي، الله لونهم يجنن، شايفين اللون احمر غامق وفيهم، اوكي شوفوا هما من تحت احمر فاتح ومن فوق كده جايين يعني امبري، جايين على غامق من فوق. اوكي كمان جاي معهم لزاق بس مش جاي معاهم مبرد. وده اسيتون على شكل قلم، اوكي ده شكله، خليني اوريكم من جوه ازاي اتفتح. ده هو، يعني انتوا بتحطوا فيه الاسيتون من هنا وبعد كده بتمسحوا بقى على الاطراف الزيادة اللي انتوا مش عايزينه. جاي معاها 3 من هنا علشان لو دي خلاص بقت يعني ملونة على الاخر ممكن تغيروها. اوكي دي حاجة كمان اول مرة اجربها، كانت ست فيها 3 توك دولت الاطواق ديت، ستان اسود واوف وايت وردي، ده شكلهم. طبعا مش قادرة اقول لكم شكلهم في الحقيقة عامل ازاي، بجد حلوين موت. واحلى حاجة انهم من هما من هنا مبطنين مش هيوجعوا يعني ودن من ورا، والوانهم تجنن، شوفوا الالوان يعني في الحقيقة الالوان مش طبيعية. المرة دي الطلبية كلها حاجات رمضان وحاجات للمطبخ. اوكي يا جماعة دي فواطة، اوكي اتوقع ان دي بتتحط كده، اه بالظبط كده، ومن هنا دوت لزق، اوكي وهنا تعلقوا بقى الفوطه. فانا جايباها عشان احطها في المطبخ عشان ما فيش مكان عندي اعلق عليه الفوط في المطبخ. انا بصراحه مش عارفه ايه ديت. اوكي يا جماعه شوفوا ديت زي برضو مشايه او سجاده صغيره كلها فرو، طبعا محتاجه ان هي تتسرح علشان تنفرد تاني كلها والشعر بتاعها يتفرد. مش قادره اقول لكم نعمه قد ايه، والله مش محتاجه تسرح ولا حاجه، شوفها هي اتفردت. دي هحطها تحت المكتب بتاعي علشان يعني رجلي ما تبقاش لمسة الارض دغري، تبقى لمسة يعني مكان ناعم. مش قادرة اقول لكم على نعومتها بجد، مش غالية يعني سعرها كان كويس جدا ومقاسها حلو كمان، شايفين شكلها ازاي حلو، والله مش محتاجة تتسرح خلاص هي كده كويسة. انا عادة دول لما بجيبهم بسرحهم علشان يعني الشعر بتاعها يبقى ناعم كده ونازل كله مرة واحدة. كمان دي زينة رمضان دي مكتوب عليها رمضان كريم، برضه مش هفتحها، تعرفوا هصور لكم فيديو تاني ان شاء الله هعمل فيه زينة رمضان واوريكم بقى كل الزينة اللي انا هشتريها ان شاء الله، او اللي اوريدي اشتريتها سوري، وبعد ما اعلقها هوريكم ازاي شكلها احسن برضه. بصوا يعني انا مش عارفه هي ليه وصلت كده، اوكي دي اول حاجه توصل كده متطبقه. طلبت المقص دوت عشان الحلويات، شوفوا كده شكله، للامانه الايد من هنا حاده موت، مش عارفه شايفينها ولا لا، شوفوا من هنا من جوه محتاجه تتصنفر، هبقى صنفرها لان ممكن تعور، يعني الفينيشنج بتاعها مش كويس، بس سو فار هو كويس يعني مسكته محكمة. طلبت دول كمان حاجات لرمضان، هحط لكم كمان صورتها، دي زي شريط LED هنعلقه ان شاء الله ورا، لا مش هقول لكم، لما تشوف الفيديو ان شاء الله هتعرفوا هعلقهم فين. كمان بصراحة كمان مش فاكرة ايه ديت، مش قادرة اقاومها الصراحة، نعمة موت. اوكي يا جماعة هي دي بعد ما ركبتها، علشان نحط عليها مثلا الحلويات مثلا او
شوكولاتة، بونبوني، أي حاجة تحطوها من هنا. حجمها طلع صغير مش زي ما كنت متخيلاها. يعني شوفوا مثلا مقارنة بإيدي، شوفوا حجمها مقارنة بإيدي. بس so far شكلها حلو قوي، والرسمة بتاعتها اللي فوق كمان جميلة، الخامة بتاعتها كويسة كمان، ومن تحت بصوا فيها الرجلين دي علشان ما تقعدش تتجرح الترابيزة اللي هي فيها او هي نفسها تتجرح. ودولت اختراع كوتش. اوكي دول غطيان يا جماعة، سيليكون زي ما انتم شايفين جميع الاحجام، بتشدوها كده تقوم مغطيين الحاجة نفسها، بيجي فيها 1 2 3 4 5 6 احجام. اكبر واحدة دي ممكن هي تقفل حلة، ممكن. شوفوا حجمها بالنسبة لايدي ازاي، لو هي مش ممطوطة يعني مش متشدة مثلا، فهي فكرة ان هي تتشد وتتقفل، وتقفلوا بيها الحلة او الغطاء اللي انتوا عايزين تغطوه يعني. تمام بصراحة. اوكي افتكرتهم. كنت ناسية ايه ديت. دي كياس مخدات، شوفوا ازاي شكلها، مكتوب عليها sweet dreams. شوفوا هنا مكتوب sweet والتاني مكتوب عليه dreams. شكلها يجنن، لونها ابيض. اوكي ليها اللي هو من هنا الدبل علشان يعني تقفلوا بيه المخدة في النهاية كده، بس شكلها بصراحة رائع. طلبت كمان سليبر، ده شكله. انا بحب المربعين اللي من قدام دولت عشان بيبقوا مريحين موت. ومن هنا شنوا وعليه الكريستالز ديت. اوكي يا جماعه قسته، مقاسه مظبوط. انا طلبت 38، نفس مقاسي بالظبط. فلو هتطلبوه اطلبوا نفس مقاسكم، لان مقاسه مظبوط يعني مقاسه حقيقي ترو تو سايز. واحلى حاجه طبعا ان هو نفس الصوره بالظبط، يعني ما يختلفش اي حاجه عن الصوره. اوكي الحاجه اللي بعدها ديت كده زي سلاسل في بعض، لونها شفاف وفي النهاية يعني فيها قلب لونه ذهبي وفيها مفتاح. شكلها يجنن في الحقيقة، شوفوا ازاي شكلها. حتى ممكن تحطوها ميدالية للشنطة، يعني مش شرط تلبسوها زي سلسلة. او عارفين الاحلى كمان ايه، اذا عندكم مثلا شنطة ممكن تعلقوها عليها من الناحيتين، وتبقى هي زي ايد الشنطة بتاعتكم، بجد تطلع تحفة. حاجة اللي بعدها، اوكي دي اللمبات اللي هي بتتعلق في بتتلزق في الدولاب، او مثلا فين يا ربي، تحت مثلا الدواليب بتاعة المطبخ عشان تنوروها، بتشتغل بالبطاريات وهي لازقة هنا 3M. دي سلسلة تانية شكلها يجنن، نفس الفكرة بالظبط، بس السلسلة من هنا لونها اسود، من فوق ليها قفل، ومن تحت في النهاية فيها حرف الدي. شكلها يجنن كمان في اللبس، تطلع حلوة قوي. دي بقى يا جماعة حنفية اللي بينزل منها المية رفيعة جدا، شايفين الاخرام بتاعتها ازاي، جاي معاها كل الاكسسوارات بتاعتها، فان شاء الله بقى تركب على الحنفية. يعني مش كلهم بيظبطوا الصراحة. فيها من هنا 3 مستويات، في اللي هو المية تنزل كاملة عادي، اتوقع ده من هنا، وفي اللي هو بينزل نقط وسط، وفي اللي بتنزل نقط صغيرة جدا على الاخر. وطلبت مجموعة التوك الصغيرة ديت، بينفعوا يعني، احلى حاجة ان هما محطوطين في الكيس دوت، انه عادي ممكن اقفل وافتحه بكل سهولة. طلبت كمان مجموعة الاقلام العسل ديت، خليني اوريكم ازاي شكلهم. ده الاولاني على شكل اناناس، بيبقى كده رول بيتفتح كده يعني، لونه رمادي والاناناس لونها روز جولد. وده التاني على شكل تاج، ده عجبني قوي، وحلو ان هنا في دايل عشان تتثبت. والاخير على شكل قلب لونه روز جولد، ومن تحت لونه وردي. والله ما فاكره ايه ديت.
اوكي ده شكلها بتتعلق في الدولاب في المطبخ من هنا عن طريق ديت، يعني بتفتحوا الدولاب، يعني مثلا هفترض ان يعني ده الباب بتاع الدولاب اللي تحت، فبتتعلق كده فيه وترموا فيها بقى كل الحاجات مثلا اثناء الطبيخ، مثلا بتقشر بطاطس او حاجه، فممكن ترمي القشر هنا فيها بدل ما تفضلوا رايحين جايين على السله بتاعت الزباله الله يعزكم. طبعا يفضل ان احنا نحط جواها كيس ويتربط مثلا من ناحيتين، كيس صغير بلاستيك علشان يعني ما تتوسخش وما تعملش ريحه بعد كده مع الاستخدام. دي انا شايفاها عمليه جدا ومفيده جدا. اوكي دلوقتي نيجي لدور المفارش. انا مش هقدر افتح ده للامانه علشان ده الطلب بتاع اختي مش بتاعي انا. اوكي بس خليني اوريكم شكله ازاي. شوفوا الماتيريال. طب انا هحط لكم الصوره انا على الشاشه عشان تتخيلوا شكله ازاي. يا جماعه الماتيريال مش طبيعيه قد ايه ناعم، بس انا مش عايزه افتحه كامل عشان مش بتاعي لكن ده بتاعي مفرش ابيض يجنن مبدئيا شوفوا الكور، انا شكلي اغرمت بالكور ديت، شكلها يجنن موت، عسل قوي. او ماي جاد ناعم ناعم يا بنات بشكل مش طبيعي، ناعم جدا. طبعا هو بيجي مفرش واكياس مخدات بس بدون ملايه للاسف الشديد، فانا عندي 4 مخدات وده بيجي فيه 2 بس، فطلبت 2 كمان عشان عندي 4. اتمنى تكون نفس الماتيريال. اوكي نفسه بالظبط، هما شكلهم اصلا واحد وبيبيعوه كل حاجه لوحدها، يعني مش عارفه ليه، ولكن هي نفس الماتيريال نفس المقاس بالظبط كمان نفس كل حاجه. شكله في الحقيقه مش قادره اوصف لكم، كفايه كلام وخليني اوريكم شكله الحقيقه عامل ازاي. اوكي اخيرا وليس اخرا ده نفس اللي وريته لكم من شويه. او ماي جاد النعومه، نسيت تشوفوا قد ايه ناعم وقد ايه الماتيريال بتاعته تجنن. اوكي ده نفسه بالظبط ولكن اللون اخضر فابيض، شكله في الحقيقه مش طبيعي مش طبيعي، يعني انصحكم فيه وبشده. شوفوا الجمال، شوفوا جمال كياس المخدات ازاي، دي جاي فيها زي كوشنز كده مربعين يعني. اوكي ده شكلها 2 بس كده حلوين. دي كانت كل مشتريات النهارده من شي ان، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا معايا بالانبوكسنج الحاجات اللي عملناها دي كلها زي ما انا استمتعت جدا صراحة. دي احلى فقرة يعني ان انت تقعدوا تفتحوا كده المشتريات بتاعتكم وتقعدوا تتفرجوا عليها بالذات من شي ان، بتبقى حماس فعلا. اكتبوا لي في الكومنتس اذا انتوا كمان بتتحمسوا زي لما تطلبوا من شي ان وتقعدوا كده تتفرجوا على حاجات وتفتحوها. فبس دي كانت كل حاجة للنهاردة، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.